تخيل أنك استيقظت يوماً لتجد نفسك مستلقياً في مكان مظلم وغير قادر على النهوض أو الحركة، ثم أدركت على الفور أنك مدفون داخل تابوت. أمر مرعب، أليس كذلك؟ هذا ما كان يعرف قديماً برهاب الدفن حياً أو تافوفوبيا، الذي انتشر في القرن 18 نتاج قصص شاعت كثيراً عن أناس دفنوا وهم أحياء بسبب أخطاء طبية. ومع وقوع الزلازل المدمرة تعززت هذه المخاوف من جديد لدى الكثيرين، خصوصاً ما عاشته المنطقة في زلزالي مرعش المدمرين، ما تسبب في تبعات نفسية حادة لأغلب الناجين وإصابتهم بهذا الرهاب، فضلاً عن متابعي الأخبار خوفاً من أن يتعرضوا للموقف ذاته. إذن ما أصل هذا الرهاب؟ وما هي أعراضه؟ وكيف يعالج؟ التافوفوبيا هو اضطراب نفسي يتعلق بالخوف الشديد من أن يدفن الشخص حياً، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمراض الرهاب الأخرى كالخوف من الموت ومن القبور والأماكن الضيقة والمغلقة. فعلى مر التاريخ كان هناك العديد من الحالات الموثقة لأناس تم تشخيص موتهم بالخطأ ودفنوا أحياءً بالفعل، ويرجع سبب ذلك إلى عدم توافر الأدوية والمعدات الحديثة للكشف الطبي الموجودة اليوم. لذلك اعتمد الأطباء في أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20 تزويد القبور بأجراس للمساعدة في اكتشاف مثل هذه الأخطاء. بطبيعة الحال فإن الأشخاص الذين يعانون بالفعل من القلق أو الاكتئاب أكثر عرضة لتطور مرض التافوفوبيا، خصوصاً بعد معايشتهم لتجارب مؤلمة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فعمال المناجم الذين عانوا من تجربة انهيار المنجم عليهم على عمق مئات الأقدام يمكن أن يصابوا أيضاً بهذا الرهاب، فقد يشعر الناجي من هذه الحوادث المؤسفة بعقدة الذنب، وهي من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، حيث ينشأ هذا الشعور عادة عند الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث مميتة أو شهدوا واقعة على شاكلتها وظلوا على قيد الحياة، مما يؤدي إلى الضيق العاطفي والتقييم الذاتي السلبي وفق المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية الأمريكية. لذلك ينصح مختصون بتشجيع المصاب بهذا الرهاب على تغيير نمط حياته اليومي والانخراط في عمل خيري أو تطوعي وممارسة تمارين التنفس العميق للتقليل من أعراضه.